حياكم الله لما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. جاء العراق في المرتبة 9 عربيا بأكثر نسبة بالدين المركزي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وفق أحصائية صندوق النقد الدولي الأخيرة. قال الصندوق في تقريره إن هدفه الرئيس يتمثل في مساعدة البلدان على النهوض من عثرتها الاقتصادية، وتتوالى أنباء أنشطته اليومية في دول العالم من تقديم برامج قروض ومساعدات ومراجعات لإبداء تقييمات الاقتصادات. وبحسب الصندوق فإن العراق إضافة لبعض الدول العربية يعتبر من الدول الأكثر اقتراضا من النقد الدولي. أكدت اللجنة القانونية البرلمانية وجود عجز بالموازنة الحالية يصل إلى 248 تريليون دينار، وأوضحت اللجنة أن هذا العجز الكبير موجود على الرغم من تجاوز سعر برميل النفط حاجز 90 دولارا، ما يشكل خطرا أكبر بسبب الأريحية التي تتعامل بها الحكومة بوضع نفقات غير ضرورية. وأضافت اللجنة أن الحكومة كانت تتحجج بأن الموازنة تتأخر في البرلمان، لكنها اليوم تتأخر بإرسال جداول الموازنة على الرغم من التصويت على الموازنة الثلاثية العام الماضي، ما يهدد بشكل أو بشلل كامل في جميع مؤسسات الدولة. كشفت مصادر مطلعة عن دخول مصرف الرافدين فرع ذقار بضائقة مالية في الآونة الأخيرة. وبحسب المصادر فإن العديد من الدوائر الحكومية في محافظة ذقار باتت تعاني كثيرا من ناحية التعاون المالي مع مصرف الرافدين، وأن المصرف بات في الآونة الأخيرة يشهد تلكؤا واضحا في صرف مستحقات الموظفين والمواطنين أصحاب البطاقات الإلكترونية. انخفض الدينار أمام الدولار في أسواق بغداد وأربيل مع افتتاح البورصة، وانخفضت قيمة الدينار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد لتسجل 1480 دينارا مقابل كل دولار أمريكي، فيما سجلت أسعار يوم الأحد 1476 دينارا لكل دولار واحد. وفي محل الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد بلغ سعر صرف الدولار 1490 دينارا للمبيع و 1470 دينارا للشراء. وفي أربيل بلغ سعر صرف الدولار 1477 دينارا للمبيع و 1476 دينارا للشراء. انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف مع انخفاض أسعار النفط العالمية، وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 9 سنتات لتصل إلى 86 دولارا و 28 سنتا للبرميل الواحد، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 9 سنتات لتصل إلى 89 دولارا و 68 سنتا للبرميل، وانخفضت أسعار النفط العالمي بنسبة 1% مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط بعد أن سحبت إسرائيل مزيدا من جنودها من جنوب قطاع غزة، وتعهدت بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في القطاع. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.